أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في واحدة من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع عبر المدن والبلدات الجزائرية، ظاهرة التسول أو كما تعرف بالطلبة أمام المساجد والمقابر في أيام الجمعة والمناسبات الدينية. متسولون من الجنسين، جزائريون وأجانب، وبصورة تحمل معاني الألم، لم تستثنى فئة الرضع. ليظل المشهد لا يغادر أبواب بيوت الله أم علم النفس، فقد عجز عن تشخيص مثل هكذا آفات، حيث يختار المتسولون والأشخاص والأماكن بعناية لاستعطاف رواد بيوت الله، ويستخدمون طرقا وحيلا تبت الشك في نفوس المحسنين بلباسهم الرث وعبارات الاستعطاف طمعا في رأفة الناس. نستقبل اليوم لمعالجة هذا الموضوع السيدة رئيسة الاتحاد الوطني للعائلة الجزائرية السيدة مسع البيضة، وأيضا نستقبل الدكتور بن حليمة طبيب نفساني، كما نستقبل ابن فلسطين الغالية فلسطين الحبيبة أقول الدكتور الشقباوي. أرحب بالجميع، أهلا وسهلا. شكرا. خط سيدة البيضة الكاس. اهلا بكم جميعا، نورتم. اهلا وسهلا. نعم تفضل اعطينا كلمه اولى. كلمه اولى اولا قبل كل شيء جمعه مباركه لكل متتبعي راديو شمس، كذلك شرف كبير ان اكون في هذه الجلسه معك لانك دائما في الرياده ودائما في الطليعه. شكرا. مزيدا من التقدم والازدهار والرفاهيه لهذا البرنامج الذي يثير وايضا يخدم الامه الجزائريه خاصه والامه العربيه عامه. شهاده في حقي. اهلا وسهلا بك سيده البيضاء، نورتيني من جديد. ربي يهنيك عيشك. نعم. شكرا على الدعوه كريمة. موضوع اليوم مهم. نعم التصور كان ما يقال فيه. أكيد. نشكرك على اختياره. وجمعة مباركة لكل المشاهدين المستمعين والحاضرين. أمين. وعمال. نعم. القناة. أهلا وسهلا بك. معنا أيضا دكتور الشقباوي، أنا اسمك ابن فلسطين الغالية والحبيبة على قلوبنا. شكرا وجمعة مباركة للجميع. وأنا أرحب بالأخت البيضاء وبالأخ الدكتور بن حليمة. نعم. وبك بنتي أمينة، وجمعة مباركة لكم وللشعب الجزائري البطل. إن شاء الله. أكيد. طيب نبدأ من عندك، يعني نبدأ من اليسار اليوم. نعم. ونروح لليمين. نعم. كيف تشخصون دكتور ظاهرة التسول؟ أولا أختي أمينة، يجب أن نعرف تعريفا أكاديميا ما معنى التسول. التسول ونشخص الإنسان المتسول. كما قلنا في الحصة الماضية أن هناك فرق بين المتسول والمتشرد. بالضبط. يعني أنا لما شفت هذا الفرق حبيت. نعم. درنا المتشردين واليوم حبيت المتسولين. نعم. فلذلك المتسول هو الإنسان الذي يمد يده للناس ويطلب العون ماديا، يعني يأخذ دراهم عينية، دراهم كاش. هذا المتسول يجمع محصول اليوم ويعود فيه إلى المنزل. وهذه عبارة عن عادة سيكولوجية، عادة مريحة له، تثير في نفسه بعض الراحة والسعادة، أنه جمع مالا بدون أن يتعب، دون أن يبذل أي جهد جسدي. نعم. نعم. فبالتالي المتسول هو الإنسان الذي يطلب الإحسان من الآخرين عبر مد يده، أو أن يذهب إلى بيوت الآخرين بمناسبات مختلفة ويقرع أبوابهم
ويطلب الصدقة والإحسان. نعم، هو من يطلب المساعدة من الناس. أعود إليك دكتور بن حليمة. طيب بالنسبة إليكم، هل تعتبر ظاهرة التسول عبارة عن مرض نفسي أم حاجة في نفس المتسول؟ والله في الحقيقة التسول هو يختلف من بلد إلى آخر، والتسول هو ظاهرة عالمية وليست ظاهرة إلا في 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 الجزائر. فلذلك التسول له أنواع، يعني على كل حال لو نحصي التسول نجد فيه أكثر من 7 أنواع من التسول. تسول عن طريق تسول ديني، تسول مرضي، تسول على كل حال. كيف تسول ديني؟ يعني أستوقفك هنا. نعم. ماذا تقصد بالتسول؟ التسول الديني هو الذي يذهب إلى المساجد ويذهب إلى المناسبات الدينية مثل عيد الفطر، مثل عيد الصغير. يعني هنا حيلة. نعم نعم. أنا فهمت شيء آخر. نعم. أنه يتسول دين يعني يطلب مساعدة في الدين. نعم. يعني فكرت من هذا الاتجاه. لا لا لا، هو لأن لماذا يقصد المسجد؟ لماذا يقصد المسجد ويقصد الأعياد ويقصد؟ لأنه هناك هذا الاستعطاف. نعم. الاستعطاف. وبالتالي هذه المناسبات كل الناس، لان هنا المشكل اللي هو موجود في المجتمع. نعم. المجتمع لحد الان ما عندوش ثقافه اللي وصل لها على اساس انه لن يساعد هذا المتسول. لان هناك صندوق الزكاه، لان هناك كاين اعانات اخرى، كاين هناك الفقراء، كاين هناك، ومن قول الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم السلام. اليد العليا خير من اليد السفلى، وخير الصدقات عن ظهر غني. ومن استغنى يغنيه الله، ومن استعفف يعفيه الله. فذلك هنا هذا الظاهره نتاع التسول هي بمثابه مرض، بمثابة مرض نفسي. هذا المرض النفسي مثل ما قال الدكتور، قال على أساس أنه لن يبذل جهد جسدي، لم يبذل جهد جسدي. وهذه تعتبر من الحيل، من الحيل ومن نصب الاحتيال. هذا النصب الاحتيال، لأن هناك معظم المتسولين. لكن هل هناك فرق بين المرض النفسي والحيلة؟ يعني هل الإنسان المريض هو الذي يلجأ إلى الحيلة، أم الإنسان العاقل اللي عنده عقل عادي وما عندهش مرض هو الذي يلجأ إلى الحيلة؟ أنا أعتقد لا، هو بين الحيلة هي في حدها مرض. الكذب هو في حده مرض. نعم. نعم. التسول هو في حده مرض. نعم. ولذلك الإنسان العاقل الذي يكون متوازن فكريا لا يتصرف هذه التصرفات، فهو لأن هناك له ضمير وله منطق، هذا المنطق يتعامل به. وبالتالي عندما نتكلم عن هذه الظاهرة، هذه ظاهرة مرضية، مرضية نفسية. من أين أتت؟ نكمل لك الفكرة فقط. كلها نتيجة المجتمع ونتيجة الاحتكاك، لأن هناك نشد ناس بالسيارات، بالفيلات، بكذا بكذا بكذا، ربما أغنى من ناس آخرين، ولكنهم يتسولوا. لماذا؟ لأن الربح السريع. مثلا نعطيك، سنذهب إلى ذلك. لا، كلمة واحدة فقط. نعم. حتى يعني في قناتكم المفضلة ساعة واحدة 2000 دينار، ما بالك يعني في اليوم المتسول كامل، يعني أكثر من طبيب، أكثر من مهندس، أكثر من العالم. نعم. السيدة البيضة، كيف تشخصون ظاهرة التسول؟ خاصة أنه اليوم نرى بأن هذه الظاهرة تتفاقم في أعداد كبيرة من المتسولين، أو استطيع القول أنها أعداد مخيفة. كيف تشخصون هذه الظاهرة؟ تشخيص سبقوني الإخوان، نجم نزيدوا نشخصوها. أكيد. وأضيف من ناحية، نقول الإنسان المؤمن يقول أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لو نفسر هذا والإخوة، ربما الإنسان لما تكون عنده عزة نفس وعنده كرامة، نعم، يحاول بطريقة أخرى أفضل من هذه. اليوم أصبحت كما كان يقول الدكتور وسيلة سهلة لجمع المال، بغض النظر عن الأخلاق والتربية وكذا. سامحي لي برك كم الفكرة هذه. أكيد. تفضلي. يقول الحيلة والتسول هما في زوج، فهو يبحث عن الحيلة ليوصل بها للمبتغى نتاعو، هو جلب الأموال من يستعطفهم من المؤمنين والمحسنين، وحتى نقول اللي طيب من القلوب، ولا فهمتي؟ أنا نقول يجب محاربة هذه الظاهرة. نعم. يجب أنا كل آفة تصيب مجتمعا إلا والمسؤولية تعود علينا كلنا، يجب محاربتها.
لأن لو كان تاخذي 90% من هذا المتسولين تلقيهم مش محتاجين، يعني ليسوا بحاجة، ليسوا بحاجة. كاينة ظاهرة أخرى خطيرة جدا، كاينة مجموعة هي اللي تستعملهم، هم يبعثوهم يتسولوا باش في العشية يجي يهز درام حصيلة. فهمتيني؟ نعم. وأعيب هذا، لو كان كلنا نديروا شوية توعية وتحسيس. كيفاش وحدة رح نظرنا في يوم المقبرة لقيناهم ثم، وتجي وحدة باين عليها هي متسترة ومتعجرة وتطلب وتأكد، ماشي يعني هكذا شوية، تأكد وتلصق وتقولك أعطيني ذرك، عندي الأولاد عندي الأولاد. قلت لها صحتك يبدو لي أنك لاباس عليك وشابة، شحال عمرك؟ 38 سنة. يعني عندك الأولاد 38. قلت لها علاه ما تسفريش على درعيك تروحي تخدمي عمل يعني أي كان، قلت لها تروحي تكسبين القوت ديالك بالحلال. قلت لها وهذا الجلابة اللي راكي لابستها وش بها؟ الصابون كاين وكل شيء. قالت لي لا لا انا روحي نعدك هذيك الشجره، شتي هذاك الساشي هذاك فيه قشي اللي كنكمل نبس ليه نغير الهندام. يعني يلبسون الثياب الرثه، يستعملون كل الحيل القديمه من اجل شوفي يستعملون كل الحيل. نقول لك المحتاج الحقيقي ما تلقايهش، ما اريده المحتاج الحقيقي ما تلقايهش في الشوارع ولا في المساجد ولا في الأماكن. لكن ماذا سيدة البيضاء إن كانت ربما بعض الظروف هي التي تؤدي بهذا الإنسان إلى الخروج إلى الشارع أنه يصبح متسول حقيقي؟ حالته ضعيفة، كيف تفسرين حالته ضعيفة وكان مستعد؟ صح. كيف نستطيع التمييز؟ سأعود إليك دكتور شقباوي، كيف نستطيع التمييز اليوم خاصة مع تفاقم هذه الظاهرة بين المتسول الحقيقي والمتسول الذي يعمل كل ما بوسعه يحتال على الناس من أجل كسب مال بدون شقاء وبدون تعب؟ نعم، أنا يعني أؤكد ما قالته السيدة البيضاء وأخي العزيز الدكتور فاضل، وإغناء للموضوع. يعني أنا أريد أن أعمل تصنيف لأنواع التسول. في التسول المباشر، أيوة، أن يذهب الإنسان ويطلب ويمد يده للآخرين ويقرع أبواب منازلهم ويطلب منهم مباشرة. في تسول غير مباشر، التسول أيضا إجباري. التسول الإجباري هو الإنسان يصنع شبكة من الأطفال أو من النساء وتخدم لصالحه، تذهب يتسولوا باسمه ومن ثم يجمعهم في آخر النهار من أجل الجمع، أن يأخذ ما تسولوا به. يعني أصبحت عمل. يعني مهنة. بارك الله فيك. في تسول عارض. التسول العارض هو إنسان جاء مثلا من البيض وانقطعت به السبل، أضاع مثلا محفظته وأضاع نقوده، فيتسول ليستطيع أن يعود من حيث أتى. في أيضا تسول موسمي. التسول الموسمي هو تسول في الأعياد، في رمضان، اللي قالوا التسول في المقابر، يستغلون الفرص. نعم. في التسول الإجباري. التسول الإجباري زي ما حكيت لك اللي بيجبر الأطفال أو النساء بيعمل شبكة. لكن كيف يعني بأي حق أنه يجبر أطفال ونساء ربما على فعل مثل هذا الأمر؟ هذا يعني هذا أمر مشين. هي شبكة إجرامية. تسمح لي أستاذ، مش تفضلي إحنا في نقاش نكمل بعضنا البعض. هذه شبكة إجرامية، فهمتي؟ هو يملك سيارة ويملك دار ويملك ويستغل هذوك الضعفاء ويبعثهم. احنا درك علاش قلت لك يجيبوا محاربة هذه الشبكة؟ طيب من المسؤول؟ كلنا مسؤولين. ونبدأ بال هو لو كان تسهر عليه يعني الدولة فعلا، نعم، وتتبعهم كيفاش هي العشية تروح تجمع الأموال، وفي بعض الأحيان يحتموا عليها، قول لها روحي درك الدكاكين ولا الفارماسيان ولا اعطي له هذا الصرف ويحتاجه وجيبي لي بيه، ما نديش هذا.
فهمتي وكأنه يستعملهم استعمال. أنا حبيت نعرف لماذا هم يقبلوا هذا. يعني أنت من تجيبين على ذلك؟ يعني أنت رئيسة الاتحاد الوطني للعائلة الجزائرية وقريبة من العائلة ومن الأفراد، فلماذا يقبلون؟ شوفي أنا سألت هذوك الأولاد لما قلت لها جيبي في الأولاد وتطلبي ومن بعد العشية تروحي تمديهم للسيد، علاه؟ قالت لي لا أنا نديهم ليا، ما صارحونيش. فهمتي؟ شكون واش لازم نكون؟ لازم تكون شرطي باريكزوم. نعم. يتبعها ويشوفها كيفاش تلمهم ويشوفها كيفاش ديرهم ويعسها شكون اللي يجي يلمهم. يعني تكون عليها رقابة. لابد من رقابة صارمة. انت كنتي تبحثين الوسيلة اللي باش نقضيو على هذه الظاهرة. الوسيلة هي هذه، لازم السهر عليها. بالضبط، قبل أن نقضي على الظاهرة لازم نعرفوا أيضا الأسباب والعوامل الرئيسية التي أدت إلى انتشار مثل هكذا ظاهرة. يعني ما همش في النهاية هذه الظاهرة تسيء إلى سمعة الوطن. يا بنتي عندها 3 أيام نعدتوا أنتم في القناة تاعكم في النهار يظهر لي عجوز ماتت بالشر في بيتها وبنتها معاها مع الأولاد، قالت لك ماتت من الشر. هذو ما راحوش يطلبوا. فهمتي؟ الضعيف والمسكين والمحتاج والمعوز ما خرج للشارع، هذو اللي في الشارع يجب القضاء عليهم. نعم، اعود اليك. زي ما تفضلت الاخت البيضاء، هي عباره في هناك يجب ان ندرس حاله سيكولوجيه المتسول. هل هو فعلا بحاجه أم هو عبارة عن وظيفة؟ نعم. يعني أم هي شبكة؟ يعني شبكة موظفة مجموعة تمام. أشخاص. يعني المتسول، يعني ما لن تفقوا إذا 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 نحن نتحدث اليوم عن المتسولين في الشوارع، واتفقتم أنتم ضيوفي على أنها أصبحت مهنة لمن لا مهنة له. إذا هل يجوز أصلاً أن نسمي هذا بالمتسول؟ يعني هل يستحق محتاج. هذا اللقب؟ هو محتال. أنا يعني أؤكد. أنا أؤكد أنه محتال اجتماعي. إذا ليس متسول بل محتال. محتال اجتماعي. محتال ويجب القضاء عليه. يجب محاربته. نعم. نعم. في الحقيقة ذكرني الدكتور الفاضل بكلمة تاع الإنسان الذي قطعت به السبل وربما ضاعت منه أمواله، حتى يعني إحنا الدين نتاعنا الحنيف أعطى لنا ووضح لنا من قوله جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. وفي سبيل الله ابن السبيل هو الذي قطعت به السبل. هذا صدق الله العظيم. أقاطعك فقط، فيما بعد رح يكون معنا الإمام مسعود، طبعا هو رح يفيدنا أكثر ورح نعرف أيضا الفرق خاصة ما بين عابر السبيل وما بين المتسول وما بين المؤلفة. نعم. المؤلفة قلوبهم فيما بعد أكيد. نعم. يفيدنا. إذن نخلو هذه الإمام. نعم. القضية وما فيها. عندما نشاهد مثلا الأفارقة في الطرقات في كذا وصرات يعني حوادث وصرات في حتى حوادث قتل، لأن أصحاب الشاحنات ما يشوفوش هذوك المتسولين الأطفال وكذا حتى يعني هناك. نعم. المشكل الوحيد هو على أساس أن المجتمع الجزائري، نتكلم عن الجزائر، المجتمع الجزائري ساهم في هذه الظاهرة، ساهم بشكل كبير، لأن التعاطف نتاع المجتمع الجزائري لا يدرك من هو المتسول وكيف يتسول. الذي يتسول في الشارع مثل ما قالت الأستاذة الفاضلة والأخت البيضاء، قالت على أساس أن المرأة اللي عندها 38 سنة وقادرة وتبدل اللباس نتاعها وقادرة باش تعمل، ونشوف أنا شفت يعني لاحظت شاب اللي عنده 20 سنة و 24 سنة يهز 5 منه ويهرب بصحة جيدة ودائر وليده والله ما نش عارف والله كريه والله ويتسول به. المشكل وين؟ أنا أعاتب وأقول أعاتب رؤساء البلديات وأعاتب المصالح اللي هي مختصة في هذا المجال، لأن حتى يعني احنا مراكز العبور اللي راهي موجوده في الجزائر بالنسبه للافارقه وبالنسبه للاجئين وبالنسبه لكذا الله يبارك، يعني الدوله راها تصرف يعني اموال باهظه لا يستاهلوا بها. يعني تعتبر خاصه رؤساء البلديات هم المسؤولون، هم المسؤولين الاوائل. نعم، على البلديه نتاعو، لان لما يشوف فيها متسول لابد القضاء عليه. وإحنا نشوفوا مثلا كما الهجمه يعني الشرسه اللي جاءت من البلدان الافريقيه، الجزائر عاد ما يبانش عندنا. شفنا لحظات
ما شفناش متسول جزائري، ما شفناش وبالمناسبة أنا أحيي من هذا المنبر الشعب الفلسطيني الشقيق. أنا زرت القارات خمس، عمري ولا شفت فلسطيني يتسول. الله، عمري ولا شفت فلسطيني متسول. هذه يعني ظاهرة اللي شفتها. قلت زرت القارات الخمس، تلقاه مشمر على يديه يعمل. ويعمل وفي بريطانيا، يوم من الأيام في بريطانيا، والله لما عرفوني الإخوة الفلسطينيين ما نعرفهمش، عرفوني جزائري، قاموا بي ودوني ووجهوني وبارك الله فيهم. طيب، تحية للشعب الفلسطيني الشقيق. طيب أعود إليك دكتور. الدكتور بن حليمة مسعودة يقول ولا مرة شفت فلسطيني يتسول، يعني بزيارته إلى القارة الخمس. طيب لماذا هذا الفرق برأيك؟ لماذا هنا مثلا في الجزائر في جزائريين يتسولون؟ وخليني نقول مع الأسف شفنا لما جاءوا الإخوان السوريين، كاين إخوان سوريين لجأوا إلى الجزائر من اللاجئين، يبقى معنا من اللاجئين، ولكن وكانوا يعني يمدوا يدهم للمساعدة. ويعني أنا في هذا ما نقدرش نعلق، لأنه سوري لاجئ ممكن محتاج حقيقة. شفنا جزائريين عملوا تغيير للهجاتهم، يعني أصبحوا يزاحمون الإخوان السوريين في يعني في طلب في التسول. كيف تفسر هذه الظاهرة وما هو الفرق برأيك أستاذ؟ أنا أشكر الدكتور بن حليمة على هذا الطرح وهذه الملاحظة. وأقول لك يا أخي الدكتور أن الشعب الفلسطيني شعب يؤمن أنه طرد من وطنه وأنه احتلت أرضه، وبالتالي يجب أن يكون في مستوى التاريخ، في مستوى الأمانة، في مستوى قدره الذي وضع به. يجب أن يعلم القاسي والداني أن الشعب الفلسطيني إذا أراد أن يتسول فسيتسول وطنا ويتسول أرضا ويتسول تاريخا يعود إليه. وبالتالي يعني أختي أمينة، أخي الدكتور، أختي البيضاء، نحن يعني حقيقة يجب أن ندرك أننا نمثل شعبا يقدم دمه ويضحي من أجل البقاء ومن أجل الصمود ومن أجل ألا يخرج ثانية من التاريخ. فبالتالي التسول هذا غير موجود. الفلسطيني عليه أن يقدح. فأنا أعطيك مثال عن نفسي، أنا إنسان دكتور وإنسان مناضل وإنسان قدمت وجاهدت ولكنني أيضا أشمر عن ذراعي وآتي لأخدم وطني وأخدم شعبي وأخدم فكرتي وأدافع عنها. وبالتالي يعني يجب أن نكون يعني أنت لخصتها أزمة تليد الهند. أنت لخصت لخص كلامه في جملة يعني أنا بقيت راسخة، أنه الفلسطيني يتسول وطنه، يتسول هذا يعني أكيد يعني جملة جميل جدا. جملة رائعة. سأعود إليك دكتور. معنا مكالمة هاتفية أو اتصال هاتفي. قل ألو. نعم. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن معنا الإمام مسعود من حمام الضلعة دبيل، هكذا نعم، لمسجد محمد بوضياف. أهلا وسهلا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم، وربي يلاقيكم إن شاء الله في خير، وربي إن شاء الله يثبتكم على هذا المشوار. أمين. نعم. والموضوع الموضوع التسول هو التسول موضوعنا اليوم فضيلة الشيخ هو التسول. وأول سؤال حابة نسأله لك، ترى يعني من ناحية دينية وشرعا هل يجوز التسول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التسول هذا يقول ربي سبحانه عز وجل وأما السائل فلا تنهر. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. التسول هنا موجود. نعم. موجود ولكن لأهله. لأهله. كاينين أناس محتاجين في حالة يعرفهم الجاهل أغنياء من التعفف ولكن لا يسألون الناس إلحاف. وكاين اللي هو ضحح له ربي الوجه مثلا هنا يوم يشبه التسول هذا وصبح دايرها مهنة. ماهوش مثلا تسول. المتسول هذا يجمع
الأشياء 50 والله 100 والله 200 ويعتصم بربي ويقنع بربي ويبقى ماهوش التسول يوميا في الحافلة وفي الطريق وفي حتى ذوك التسول في عصرنا أصبح مثلا عامل مباشر لأهل التسول يصبحوا لهم أصبح ويجمعوا الأموال وخاصة كما سمعت الأخ تحدث عن السوريين الشعب الفلسطيني لا يتسول نعم احنا نشوفوا في اصحاب سوريا هذو يدعوا بسوريا وما مش بسوريا نعم بالضبط شيخ يعني اصبحنا نشاهد بانه في جزائريين اصبحوا يزاحمون الاخوان السوريين يغيروا لهجاتهم يعني كحيله من اجل التسول يعني من اجل استعطاف الناس خاصه الشعب الجزائري لما يشوف اخ سوري يعني يطلب الصدقه اكيد راح يعطي له يعني من باب الرحمه من باب الاخوه من باب نعم من باب المحبه التي تجمع الشعبين نعم بارك الله فيك نعم. شوفي الجزائريون ايوه الجزائريين ينافسوا في السوريين ولا حتى في الفقراء تاعهم طيب هل يجوز هذا شرعا لا يجوز شوف لا يجوز بان تنهر احد لو كان غالي يعني كاين الكلمه الطيبه ربي يفتح عليك ربي يجيب بالعقل شيخنا يعني لما إنسان يجي يطلب منك الصدقة كيف ما كان لازم الإنسان يمدله يرجعوا بكلمة طيبة يعني ما ينهروش لا ينهر السائلة فلا تنهر طيب يعني ما ننهروش ولكن مش شرط أني نمدله لا ما نمدلوش نعرف لمن نمد لكن اوكي لكن هل هذا الشخص يعني احنا ما ننهروش يعني الانسان ما يسبش هذا الشخص هذا يعني ما يشتموش او ما يقولوش كلام بذيء او كلام سيء ولكن سؤالي هل يجوز على هذا الشخص ان يتسول شرعا؟ اذا كان يستحي ايوه يستحي من هذا التسول ويعرف اللي يروحوا مثلا كيما نقولوا راهو مثلا فقير هنايا فليأكل بالمعروف ياكل بالمعروف ويطلب بالمعروف ماهوش بالقناطر المقنطره ماهوش يبني باطيمات ويدير سيارات حنا شوف رانا نشوفوا حنا رانا عندنا هنا نشوفوا سوريات هنا يجيبوهم الرجال نتاعهم في طاكسيات الطاكسي ذاك سوا نعرف ب 200 مليون 40 مليون ويحطوا هذا في المسجد وهذا يحطوا في طريق وهذا يحطوا مثلا في قهوه وهذا يحطوا في مسجد هنايا والعشوه يصرفوا شوفي انا شاهدهم يصرفوا بالمليون و15 100 و2 ملايين هنا وما يقنعش هذا مش متسول هذا يعني هل يؤتم على ذلك؟ يؤتم راه في قضاء ربي سبحانه عز وجل يعني يؤتم حتى قدوة يوم القيامة ما تبقاش جقمة دم أمام الخلق في يوم القيامة في الوجه نتاعو. طيب شيخنا ما الفرق ما بين عابر السبيل والمؤلفة قلوبهم وأيضا قلوبهم أو أيضا الفقير؟ ما الفرق بينهم؟ احنا الحمد شوفي يقول إنما الصدقات ربي سبحانه وزعها ربي. أيوة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين نعم. والعاملين عليها مع الناس في العاملين عليها نعم. والمؤلفة قلوبهم نعم. وفي الرقاب العتق يعتق إنسان عبيد كما كان مثل العبيد نعم وابن السبيل هنا نعم. السبيل حتى غاني في الوطن نتاعه وغاني وجعنايا واحتاج لازم تعطيله إما من بيت المال وإما من إنسان مثلا كذا يعطيله حتى أن يرجع البلاد ولا يسلفه نحن القانون السريع عندنا في الإسلام هو هذا. طيب فضيلة الشيخ هناك ظاهرة مؤخرا خاصة في الآونة الأخيرة رانا نشاهدوها بكثرة وهي أنه المتسولون لا يصلون يعني المتسولين ما يأدوش الصلاة ولكن صلاة الجماعة أقصد ولكن ينتظرون المصلين في خارج المسجد يعني هل تجوز هنا الصدقة لمن لا يصلي؟ احنا الصدقة شوفي احنا لما قالوا المؤلفات قلوبهم
والشرب المعلقات يضربهم هادو هنايا على ربما حتى كفار. أيوة هنايا، ولكن كيعود الإنسان عارفهم وشايفهم هنا أنا لا تجوز صدقة بهم. اوكي، ولكن انا اتحدث هذه بالنسبه للكفار او يعني تقصد مؤلف قلوبهم، ولكن انا اتحدث على المؤلف يعني لا يدينون بالاسلام كفار. اوكي، ولكن اعطيهم صدقه، يجوز انه يعطونهم صدقه، ولكن ماذا عن المسلم؟ اقول مسلم جزائري كان او سوري او اين كان، مهم انه يدين بالاسلام ولكن ما يصليش صلاه الجماعه وينتظر المصلين حتى يخرجوا برا باش يعطوا له الصدقه. هل هنا تجوز الصدقه للمسلم الذي لا يصلي؟ اقول محتال هنا ليس متسول. تفضل. يجوز الصدقه له، ولكن لازم يعذر والناس لازم كما نقولوا يكون محتاج حقيقه للدعم على الصلاه. اذا انت قدام المسجد وما تصيرش تطمع في الصور نتاع المصلين، لازم هذا راه الصدقه نتاعك يعرف لمن تعطيها. طيب، لازم المؤمن يعرف الصدقه نتاعو. انا في الحي نتاعي والله في القريه نتاعي والله في المدينه نتاعي نعرف انا المسكينه ونعرف الفقراء نتاعهم. نعم، نعرفها. لأنك إمام مسجد أكيد تعرف الفقراء والمساكين والمحتاجين حقيقة، ولكن هناك أناس لا يعرفون ذلك. يعني الإنسان يجي ربما يصلي في مسجد أو من المنطقة ولكن ما يخالطش، ممكن ما يعرفش المتسول الحقيقي من المتسول المحتال. أبقى معنا شيخنا، معك الدكتور شقباوي، تفضل دكتور. يسعد صباحك مع عالي الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فقط أحب أن أصوب نقطة في غاية الأهمية لكي لا نظلم الشعب السوري. فضيلة الشيخ، المتسولين الذين تراهم باسم سوريا هم من نور سوريا، هم تسيجان، هم ليسوا دورجن سوريين، صدقني هم من نور سوريا، من شمال سوريا، من منطقة إدلب ومنطقة الرقة. هذولا نور، هذولا لا جنسية لهم، هذولا عابرين، يعني بيجوا بتسولوا مش بس في الجزائر، بتسولوا في كل الدول، كل أنحاء العالم، ولأن الشعب السوري معظمهم ناس أتقياء، ناس عظماء، ناس كبار، يعني لا يقبلوا أن نطلق عليهم السوريين يعني شعب متسول. يجب أن نفرق في هناك طبقة بسيطة، طبقة مرتزقة من الشعب، من السوريين أو من الشعب السوري، لا تمس له بالصفة في الهوية. يعني هذول عبارة عن ناس نور سوريا، ليسوا سوريين. نعم. حقيقيين. نعم. شيخنا لك ما تقول؟ يعني لك رد ربما؟ نعم. شو الشيخ؟ يا شيخ يا شيخ، قلنا تفضل تفضل. السوريين والمتسولين والفقراء بعجالة. نعم، عندنا رانا عندنا حوالي مثلا السوريين يدخلوا هنا في 6 سنوات ولا 7 سنوات يعرفهم الخاص والعام. نعم. ولكن السوري هذا، السوري هذا معروف سوريا وما أدراك هذه سوريا، ولكن هؤلاء الذين رانا نتحدثوا عليهم هما اللي هما نسخوا سوريا. يعني أساءوا إلى سمعة سوريا. نعم. بالتسول نتاعهم هذو ينتسبوا إلى سوريا، هم مش سوريين. نعم نعم، بارك الله. أساءوا إلى الوطن. طيب معك أيضا، أوكي فضيلة الشيخ، معك أيضا الدكتور بن حليمة مسعود، يلا تفضل. السلام عليكم شيخنا الفاضل. السلام ورحمة الله. في الحقيقة تكلمت عن المؤلفة قلوبهم، ولكن أنا في عهد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يقول أنهم يتدعون بالإسلام من فوق حناجرهم، ولكن عندما نتكلم عن المتسولين السوريين للأسف الشديد
أن هناك الإخوان الأشقاء السوريين لديهم مراكز ولديهم إيواء والدولة الجزائرية قائمة بهم. المشكلة أنا نرجعوا المشكل كان نرجعوا إلى الشعب الجزائري العظيم، لأنه كفاه من الاستعطاف، وخاصة هؤلاء الذين يتسولون في الطرقات والطرقات السريعة من الصباح إلى المساء، ودائما نحن ننظر إلى نفس الوجوه ونفس، يعني كاين فتيات اللي هما من 20 سنة إلى 30 سنة إلى 40 سنة، يجعل الفتاة وبلباس. وللأسف الشديد سيدي الفاضل شيخنا الفاضل، للأسف الشديد نلقى هذه الفتيات من أجمل الفتيات، من أجمل الفتيات يعني جسدا، ولكن للأسف الشديد مسيئة روحا. نعم بارك الله فيك يا شيخ. نزيد كلمة. شوف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزائريون يقولك هنا، شوف التسول هذا طبيعة يقول لك كيف الطبيعة من خبت ومن كرامين، والحنظل المر لا يقتص بالرطب. هنا الذي يصبح يمد يديه اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ويصبح يجيب دراهم معدودات ودنانير معدودات هنا، ويصبح مثلا يتأمل في بناء ويتأمل في طاقسياتنا، هذا ماهوش مع، لا يستحي. إن الله هذا ما يستحيش. يعني هذا الإنسان دل نفسه، أصبح يدل نفسه. طيب شيخنا، برأيك في سؤال آخر يعني كي نختم، لأنه في مكالمات أخرى. يعني اليوم نرى أنه حوالي أزيد من 20,000 مسجد، ونفترض يعني نفترض أنه في كل مسجد شيخنا نجد متسولين، يعني تقريبا أزيد من 40,000 متسول. يعني أنا نقدر نقول بأنها أرقام مخيفة حقيقة، أرقام مخيفة. برأيك من وراء هؤلاء فضيلة الشيخ، ومن هو أستطيع القول المسؤول، ومن هو المتهم هنا؟ بارك الله فيك. نعم. هؤلاء الناس أو هؤلاء الذين من ورائهم، فأنا قلت لك في أول الأمر يجيبها، قلت لك يجيبها راجلها والله صاحبها، أقولها بكل عبارة، يجيبها من بوسعادة والله من سيدي عيسى والله ما أعرف منين. نعم. يجيبها يحطها في في في, في بلاص من الطرقات. نعم. والله يحطها في المركز نتاع مثلا كيما نقولوا، مثلا احنا نقولوا أبراي مثلا، حتى بدلقة درجة. نعم تفضل. يحطها في مسجد وذي راها ماهيش آلاف، ماهيش 40,000، هذه أربعات. لا، هؤلاء الناس اللي جاوا في الجزائريون حينما يخرج المصلي من الجامع أو من المسجد هنايا ويقول له على وجه ربي يعطيله. يعني هنا أنا نشوف بأنه أصبح المصلي هذا اللي يخرج هو الضحية، ولا كأنه فريسة يقتنصها المتسول باحتياله، يعني أصبح فريسة. يعني يستعطف. أنا أقول دور المسجد لهنا، حضرة فضيلة الشيخ، دور المسجد هنا لما يشوف متسولين، الإمام هذا اللي راه يخرج من المسجد ويشوف هذ المتسولين والخطاب نتاعو في الجمعة، ماذا أنا اللوم رجعوا على المسجد، لأن المسجد ما قامش بالدور نتاعو، قال المصلين في الخطابة تاع الجمعة أو أي شيء. إيه لابد هنا الإمام هو يلعب الدور نتاعو، ما يخليش حتى متسول أمام المسجد تاعو. يعني لا، هنا أنا أسأل سؤال، هل يجوز للأئمة أن يطردوا المتسولين من أمام المسجد؟ هل يجوز ذلك؟ يوعيوا يلعبوا دور في التوعية. نعم. شرعا هنايا، شوفي، شرعا لا يجوز التسول. والله الانسان مثلا يقول مثلا راه جنازه كاينه، والله هذه الاموات كلتمنا، ولكن الامام شرعا شيخنا، شرعا لا يجوز التسول، يعني التسول محرم. التسول محرم؟ لا مش محرم. ليس محرم. اذا كيف لا يجوز؟ وانما لا، هنا الامام يجب عليه أن هذه الجمعة الأولى الثانية ينادي لهذه الناس ويقول لهم يا ناس، لازم القناعة، لازم تقنعوا، ولازم تصبروا لربي، ودوا قوت اليوم لما تزوج ملايين لابد من وارجع. لابد من التوعية. ولكن الإمام عنده، شوفي، عنده قانون الإمام عندي في نعم. الإمام عنده قانون يقول له مدير الشؤون الدينية، والله الشؤون الدينية
تقول له داخل المسجد ما كانش وبرا لحبي لمدينه ما داروا. يعني لابد من توعية. هل ترى بأنه إمام المسجد له دور؟ يعني هو الآخر مسؤول على تفاقم هذه الظاهرة في ظل الصمت الرهيب حول هذا الموضوع؟ يا لازم عنده قانون يهدر، عنده قانون يهدر ويقول لهم أيها المتسولون هنايا اقنعوا وابعدوا المساجد يعني 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 الإمام أيضا مسؤول. يعني في النهاية المسجد هي عبارة عن مؤسسة ضبط اجتماعي. نعم تربية. نعم الإمام هو الذي يجعل هذه الأمور. نعم شكرا. الإمام هو لسك. نعم فضيلة الشيخ لك جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة، وإن شاء الله تكون معنا في الحصص المقبلة بإذن الرحمن الحلقات المقبلة. شكرا لك وربي يبقى عليكم السر وربي ينوركم لا وهذه منيحة وخاصة الصحافة، لازم الصحافة تلعب دور. أكيد لذلك نحن نتحدث عن هذا الموضوع وتطرقنا لهذا الموضوع. شكرا. يو شوفي والله كاينين اللي هو يروح على 25 زوج 500 يصرفوه ما ينسوا بعد الحوال. نعم الرسالة إن شاء الله تكون وصلت. شكرا فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، مع ألف سلامة. شكرا، سلام عليكم. مع السلامة. نعم حديث شيق ولكن لابد من، لأنه الوقت أكيد إن لم نقطعه يقطعنا أكيد. عودة إليك سيدة البدا، حابة تضيفي كلمة؟ حبيت في النقطة اللي قالها فضيلة الشيخ، أنا نقول المحتال يدير الحيلة، شوفي الحيلة، والمتحايل يولي محتال. هكذا أستاذ. المحتال وش لازم له قانونيا شرعيا؟ وتمنيت لو كان الامام معنا. معليش نقول حتى يبدو لي شرعيا الشريعه الاسلاميه والله الشريعه المدنيه نقول يلزم يتعاقب هذا، وام السائله فلا تنهر. ومعد قال بكلمه طيبه الله ينوب وهذا. نعم. معليش بصح لما تعرف باللي هذا محتال انا ما نقولوش الله ينوب، نقول له انت محتال ولازم يعاقب. لابد من قانون رادع لهؤلاء ان شاء الله يا رب. ممكن نفتحوا حلقه اخرى ويكون معنا استاذ في القانون. نطرح سؤال الاستاذ. نعم. لكن قبل ذلك فقط نطلب من المخرج انه نشوفوا اتصال مع المنشد مولود عبيد بن عبيد. يلا في انتظار الاتصال. نعم بغيت نطرح سؤال. تفضلي. يعني شرف لينا كلنا كعرب ولا كمسلمين ولا انا نرجع شويه خاطر نعم. ما هضرتش نعم. على الشعب الفلسطيني. نعم. حبيت نقول سؤال يطرح نفسه، نقول كيفاش درجه الوعي هذه كيفاش وصلتوا لها؟ يعني كيفاش وصل لها الشعب الفلسطيني درجة الوعي اللي نتمناها تكون في كل الشعوب العربية والمسلمة خاصة عندنا، وعزة النفس. نعم. عزة النفس هذه. نعم. ولاحظتها أيضا في الشعب الصحراوي. نعم. أنا مشيت للصحراء في مهمة وقضيت 9 أيام ثم واستقيت أشياء جميلة جدا من ناحية التاريخية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. والشباب نتاعهم تحدثت معهم. الصحراء الغربية. الصحراء الغربية. يعني حبيت نعرف نحييهم. تفضل دكتور باش نواصلوا في الحديث. نعم مهم جدا أنه الفرد في ذاته يقتنع أنه هو يجب أن يكون سيدا في وجوده، أن يكون هو معطاء، أن يكون هو رقما، وأن يكون هو فاعلا وليس مفعولا به. لذلك أجد أن الشعب الفلسطيني منذ أن هجر منذ النكبة الأولى عام 1948 علم أنه يجب أن يكون سيدا لقدره واقفا ومعطاء وجبلا. وإحنا دائما نردد مقولة الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، يا جبل ما يهزك ريح. فوجودك يجب أن يكون وجود في ذاته وليس وجودا لذاته، يجب أن يكون هو الذي يصنع ذاته ويصنع قدره ويصنع تاريخه، ليس
مصنوعا به، ليس مفعولا به. لابد أن تكون بداية لا. لهذا وقاعدة لهذا لا. وتكوين لهذا وتوعية للعلم. للعلم اسمحي لي بس، أنتوا كشعب جزائري تعلمنا نعم. منكم أنكم أسياد قدركم. الشعب الجزائري عظيم. نعم بارك الله فيك. نعم. أنتم الذين علمتونا الرجولة وكيف يموت واقفا علي لا ينحني كالأشجار. متوقف نعم. علي بارك الله نعم. فيك. لكن نعم. لكن سؤال سيدة البيضاء كان حول من هو المسؤول. يعني احنا اليوم نشوف هذا الدائرة لماذا وصلت تتفاقم. الجزائر الى اعداد كبيرة، اعداد مخيفة، وكل احنا عندنا مؤسسات ضبط اجتماعي، عندنا الأسرة في البداية، عندنا المسجد، عندنا المدرسة. يعني كل المجتمع ايضا، المجتمع ايضا لازم يربي، الاعلام، المجتمع المدني، كل هذه المؤسسات. لكن بالرغم من وجودها وكثرة وجودها، خاصة المجتمع المدني اللي يعني نحط يدي عليه بقوة، المجتمع المدني اليوم موجود العديد من الجمعيات، ولكن النتيجة مخيفة. دقيقة لو سمحتي لي، لو سمحتي لي أختي العزيزة، معنا في الاتصال. يجب أن نعلم أن الجزائر أعداؤها كثر، وكانت معرضة للانقراض ومعرضة نعم يجب أن تعلموا يا جماعة نعم. إنه الحرب صحيح. العشرية السوداء خلفت نتائج، مش بس خلفت، استنزفت الحبل بالنابل مليارات الدولارات. أكثر من 600 مليار دولار ضاعوا هباء لمحاربة ظاهرة الإرهاب. هذا أعداء الجزائر نعم. كانوا بالمرصاد للجزائر لكي لا تقف وتصنع نهضة. الجزائر كانت من الدول المرشحة هي والعراق أن يصنعوا نهضة لهذه الأمة. تكملة اسمحي لي، تكملة كل هذه الآفات اللي عندنا والشبكات المجرمة اللي عندنا في الجزائر وراء، سواء بالنسبة للحراقة، سواء بالنسبة للتسول، سواء كل النقائص والمضرات اللي في الجزائر وراءها شبكات، والشبكات هذه دولية. أنا أؤكد دولية. أنها دولية وأنها من يد خارجي، صهيونية، يعني أيادي خارجية. عندنا صحيونية. ناس، عندنا ناس في الجزائر أيوة. تمونهم دول أجنبية نعم. لزرع الفتنة نعم. لنشر 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 لمحاربة، نقول التخلف هو محاربة الثقافة والعلم نعم. إذن هذه شبكات مجرمة. أنا أنادي من هذا المنبر هذا نعم. أننا نتكاثف ونديروا اليد في اليد لمحاربة هذا الجرم والإجرام هذا نعم. فهمتيني؟ ولكن نحن نريد العلاج، نحن نريد. أنا بركة تكلمتي قلت سأدافع عن المجتمع المدني، لأنه عندنا مكالمة هاتفية. نرجع للمجتمع المدني نعم، معنا مكالمة هاتفية مع المنشد مولود بن عبيد. أهلا وسهلا. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله بألف خير الحمد لله. السؤال عنكم جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله على كم ضيوف الحاضرين معك. أمين يا رب، جمعة مباركة لكم أيضا. مولود، اليوم نتحدث على موضوع، يعني موضوع حساس، موضوع أصبح عبارة عن ظاهرة مخيفة، ظاهرة أستطيع القول أنها بمثابة ظاهرة الحراقة، ولكن مع الأسف اليوم يعني نحن نشهد أنه في صمت رهيب حول هذه الظاهرة. أنت كمنشد مثلا وش تقدر تقولنا على ظاهرة التسول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، ظاهرة التسول تبقى يعني رغم يعني هي ظاهرة سلبية، يعني ظاهرة اجتماعية سلبية. أيوة. يعني كن نرجعوش للسنوات، يعني قبل هذه السنوات الأخيرة نعم. شوفوا بلي التسول كان يقتصر على ناس معينين وأماكن معينة، قال في الأماكن العمومية، ربما في محطات الحافلات، لكن نعم. الآن الظاهرة يعني توسعت وأصبحت يعني لا كما يقول وصلت حتى بيوت الله. أنك تدخل المسجد تصلي تلقى متسول بعد صلاة، تلقى النساء، المقبرة تلقى أيضا عائلة. المقبرة مولود أيضا شفنا المقابر تعج يعني بهؤلاء. هي كما قلنا يعني تبقى ظاهرة سلبية فيها الناس محتاجين. وهذا يعني ما دام ظاهرة التسول متفشية نعم. بيقول ما ننفيوش على أنه هناك يوجد فقر، أنه الفقر راه زاد يعني من ناحية الاجتماعية، يعني المجتمع راه يعني
كقدرة شرائية. يعني هل أنت حقيقة تؤمن بأنه هؤلاء المتسولون حقيقة هم متسولون، يعني الحاجة هي التي أخرجتهم؟ لا أنك أقلية ترى. أنا تكلمت لك على المنظور كمنظور اجتماعي، ولكن كمنظور ظاهرة واستغلال، يعني كما ناس انتهازيين استغلوا هذا التسول باش يحققوا ثروة، أغراض ثروة طائلة، ويحققوا ثروة طائلة يعني صراحة يقدروا المبالغ يعني. نعم يقول لك الإطار ما يحققهاش. صحيح يقدر يقول لك أنت اللي تجيب يعني في شهر ربما 3 ملايين ولا 2 ملايين، أنا نقدر نجيبها في يوم أو يومين أو أقل يعني. نجيبها في يوم أو يومين يعني، لأنه المعروف في معروف في الدين تاعنا أنه المساكين لا يسألون الناس إلحافا، تحسبهم أغنياء من التعفف. صحيح يعني عنده عزة نفس أكيد نعم. ولا الظاهرة انتهزوها الناس هذو لا مافيا كما يقولوا العصابة ولا الشبكة ولا يطفوا في ناس، وشفناهم يعني يجيبوهم سيارات، انت تشوف عجوز في البرد قاعدة في الشارع بالضبط، لكن كي تكمل ينتظرها طاكسي ويديها وينيبيت لها مكان آخر نعم يعني له نستطيع القول بأنه له ما يكفيه. وشفنا مظاهر كثيرة مثل ما قلت، يعني ماشي غير ما شفناش فقط سيارات، شفنا أنه ربما متسول يكون يملك هاتف آخر كما احنا نقوله آخر صيحة، يكون ماركة يعني حقيقية ولكن يتسول. شفنا ربما متسولين في مطاعم فاخرة ويخرجوا برا ويتسولون، يعني هذا هو الشيء اللي ربما هذا هو اللبس. ولكن أنا سؤالي لك مولود، بما أنك منشد، يعني هل عالجتم مثل هذه الظاهرة؟ هل فكرتم أنكم تقدموا على الأقل أنشودة أو أنشودتين، أغنية يعني فيديو كليب، من أجل توعية الناس اللي يشوفوكم، يعني المجتمع اللي تستهدفوهم؟ أكيد يعني الفنان يعني عامة يتطرق لعدة مواضيع من المجتمع، يعني مستوحات من المجتمع ومن عمق المجتمع، لكن يعني أنا كشخصيا يعني كموضوع عن التسول لم أتطرق. لماذا؟ وهذا ما ينفيش على أنه كان لماذا؟ لأنه علاش؟ شفنا كان أمور أولى، يعني مواضيع أولى من مثلا. ما هي المواضيع اللي يعطيتها مثلا؟ يعني انسان انا نشوف بلي ولا انسان يغني ولا يدير عمل فني هكذا على الحراقه، نعم يعني اولى من عملك يعني. لكن وعلى ضد الظاهرة التسول هذه افضرت اكثر من الحراقه. تفضلي سيدة البيضاء. بني صباح الخير. نعم صباح الخير استاذ. ربي يوفقك ان شاء الله. نعم والله كي تكلمت على الحراقه وعلى هذا، وحتى هذا راهي افه خطيره جدا جدا، وراهي تتفاقم وتتزايد يوميا. انا نقول باللي يجب محاربتها، وديروها من اولوياتكم. نعم ان شاء الله يا ربي. وديروا موضوع ولازم تعاونوا كل. والاخت تكلمت وركزت مليح على المجتمع المدني. انا كرئيس اتحاد و احسب تطوير باللي رحنا في المجتمع المدني. المجتمع المدني لازم له ما عارفش اذا كانت ايدونا ولا لا، نقول باللي المجتمع المدني باش يقوم بالوظيفه نتاعو والمهمه الملقات على عاتقه، ماذا بينا تكون عنده شويه وسائل ايضا اعلاميه فنيه تغلوها ان شاء الله باش نعالجوها الظاهره. هذه الوسائل هذه الماديه وسائل معنوية وتشجيعات، وكاينة حاجة مهمة جدا أنا درك نديرها وسأطالب بها، نقدروا نروحوا ونخرجوا ونحاربوا ونهضروا، لكن نعرضوا روحنا للخطر. يجب يسحبنا الأمن. فهمتني؟ يسحبنا الأمن ونروحوا، وهو الأمن يدير تحرياته أيضا. نعم مولود أنت معنا؟ كلمة نعم أنا معك. سأعطيك الكلمة. شكرا بني. مولود فقط يعني حابة نسمع منك، لأنه في أنشودة أعتقد صمت شهرا باختياري، لا أتذكر اسم المغني، ولكن هو كويتي، وأعتقد أنت اللي بعت لي الفيديو. لكن مانيش حافظها يعني. لا ممكن لا نعطيك أخرى. تقطوقة صغيرة، يلا مقطوعة صغيرة، يلا ممكن نعطيك أخرى. معليش تفضل. انظر من حولك وتفكر بنعم المولى و
وتدبر هل تحفظ نعمته حقا لتكون بريئا في المحشر انظر من حولك وتفكر بنعم المولى وتدبر هل تحفظ نعمته حقا لتكون بريئا في المحشر كم أنعم ربي وحبانا أفضالا شتى ورعانا كم أنعم ربي وحبانا أفضالا شتى ورعانا نعمته لا تحصى أبدا لو سطر فيها أعواما. الله 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 يا مولود يعني يعني أنا شتى فأبدعت فعلا شكرا جزيلا لك دكتور بن حليمة يريد أن يقول كلمة تفضل دكتور. شكرا شكرا سيدي الفاضل على هذه النغمات المثيرة فعلا يعني هي مثيرة ولها إحساس ولها شعور جميلة لكن كما قلت التسول ليس من أولويات الأولويات أنا أقول هو أولوية الأولويات أكثر من الحراقة لأن الحراقة تزول قضية الحراقة تزول لكن التسول لم يزول التسول لابد هناك من محاربته هذه من ناحية من جهة من جهة أخرى ثاني كذلك أيضا تكلم الدكتور الفاضل وتكلمت السيدة على الجزائر وعلى مكانة الجزائر والعشرية السوداء أنا أقول الحمد لله عندنا مصالح الأمن سواء من جيش أو من ضرق أو من شرطة أو من حماية مدنية ولكن الجزائر الاستهداف انتهى حذاري ثم حذاري وأقولها للشعب الجزائري ونحن مواطنون أحرار ندافع عن الجزائر من أجل آخر قطرة دم في عروقنا فما وقع للسودان هناك مدبرين لأن الجزائر يريدون تقسيمها مثل ما قسموا السودان لأن كانت هي أول بلد على كل حال في أفريقيا أكبر دولة الجزائر ذكرها أكبر دولة ولكن هؤلاء العملاء الموجودين هنا في الجزائر إنهم يساعدون الغرب وينشرون الفتنة في الجزائر لا بد هذه من محاربتها ولا بد أنتم كفنانين لا بد إعطاء أنا أتذكر أغنية فلسطينية الدروع ومن عربي ذكرني بها عربي فلسطيني نعم أغنية للشعب الفلسطيني في أغاني كثيرة في نهضة عربي واللي من دروع هي تغنيها فنانة على كل حال أثارت العرب وين العربي وين بارك الله فيك وين الملايين أتذكر هذه الأغنية التي هزت يعني الخمس قارات وهزت العالم برمته جوليا بطرس نعم لبنانية نعم وين العربي فيه فإذا نحن كعرب وكمسلمين لابد أن ندافع عن القضايا العربية وعن القضايا الإقليمية ولا بد أن ننهض من سباتنا لا يتصرف بنا هؤلاء العملاء هؤلاء الخونة الذين يريدون زرع الفتنة في بلادنا فنقول لهم من هذا المنبر نحن بالمرصاد ولا يمكن من يساوم الجزائر ولا أي أحد يساوم الجزائر في الجزائر فيها أبطال نعم رسالة وصلت وأكيد مولود يعني فعلا محتاجين أنه تكون هناك أناشيد تكون هناك نقلة في الأنشودة الجزائرية خاصة الأنشودة العربية لما لا لكي نحارب هذه الظاهرة لأنه فعلا أنشودة تؤثر يعني عندها لحن عندها ناسها يعني في ناس يستمعون أكيد نفكروا في عمل إن شاء الله في هذا المجال لمحاربة الظاهرة بالذات إن شاء الله إن شاء الله يكون عمل بإذن الله والأغنية اللي قلتها يعني انظر في نعم الله وتدبر هي رسالة لكل
كل متسول ربما يعني عنده لبس به بصحة سليمة بصحة جيدة يعني يروح يعمل يروح يعني لما لا يكدح يعني احنا كلنا كادحون حتى الإنسان خلق ليشقى في هذه الدنيا من أجل ومحنا ندر لهم أولى أغنية والملايين التي جنيتموها بالضبط صح يعني لابد من كسب المال وكسب قوت حلال يعني بطريقة صحيحة وسليمة. أشكرك نعم جزيل الشكر أخ مولود على هذه المداخلة الرائعة شكرا لك. الله يحفظك بارك الله فيك. إلى عندكم وقت نحكي لك واحد في أمان الله مش تعرفي اليهود؟ نعم في أمان شكرا جزيلا لك. نعم السلام عليكم. في يهودي تفضلي يهودي عنده مصنع نعم هما خاوة في زوج يخدموا الآخر في المصنع نتاعو والآخر في العمل نتاعو وابن الآخر يعمل عند الآخر معنتها يخدم عند عمه يعمل كل يوم لما يروحوا في آخر اليوم باش يديه يروح ويديروا يعبوا على المخبزة يشريوا الخبز باش يروحوا هذا كعمه يحتار الطفل يحترم عمه يشوف عمه كي يصل باب المخبزة يلقى متسول يهز المبلغ اللي يمده يوميا الابن أخيه نفس المبلغ اللي يمده الأخيه يوميا يروح يمده لهذاك المتسول قدام المخبزة طفل تسأل يوميا يتسأل شبع راح للوالد نتاعو قال له أنا ما نزيد نروح لعمي ما نزيد نخدم معاه قال له كل يوم أنا نتعب نهار كامل يعطيني هذاك قال له أنت والآخر ما يعملش ويديهم قال له إيه قال له ركب معي في السيارة روحوا عند عمك يشرح لك لماذا قال له روح أنت قال له لا تروح أنت تسمعه لما وصل قال له رو جاي لومك يتفهموا يتخلي اللوم في ظهرك رو يقول نفس المبلغ تعطيه له نهار كامل تاع الشقة تمدوا لهذاك المتسول قال له أنت يا ابن أخي نعلمك على أنك ما تاكلش حتى تتعب وتخدم وهذاك نخليه الثم نهار نخليه أنا ما عادش يلقى اللي يعطيه وما عادش الله أكبر الله أكبر وهذا ما راه يجي هذا قصة فيها عبرة هذا هو اللي راهم يعملوا عليه كما كان يقول لك الإخوان راهم يحوسوا على الجزائر الطيح في الأرض بالضبط الياباني قالها الياباني لا تصطاد لي سمكة وإنما علمني كيف أصطادها أنا أحيي الأستاذ الفاضل على هذا المثل بالضبط. وأضيف لك أختي العزيزة أنه أيضا القوى المعادية للجزائر بالتحديد وأنا أفتخر أني أنتمي إلى هذا الأرض برغم فلسطينيتي فأنا جزائري أكيد. أيضا أنت ابن هذا الوطن نعم أنهم حاولوا أن يخلقوا جزئية معينة من الشعب الجزائري سموها أصحاب الكابات الربح السريع الذين لا يؤمنون بالعمل ولا يؤمنون بالإنتاج ولا يؤمنون بالمصنع ولا يؤمنون بالمؤسسة يريدون أن يحولوا كل الجزائر إلى نمط الربح السريع نمط الابتعاد يعني عن خطة مدروسة بارك الله فيك خطة مدروسة عن سيكولوجية المؤسسة الثبات الديمومة البقاء الانتصار رغم كل الأزمات ولكنهم فشلوا لأن الجزائر أكبر تبقى واقفة الجزائر تبقى واقفة بشعبها العظيم علينا بالعمل وعلينا أن نعمل على الوعي نعم عندنا فئة ناقصة وعي هذه هي اللي كلما طلب منها شيء لإفساد الجزائر يستجيب لها بسرعة نعم وأنا أتمنى على أختي أكيد سأعود إليك فقط أطلب من المخرج أنه نتواصل مع اتصال آخر لينا شاعرة أو من مدينة من نيس من فرنسا يعني نسيت الاسم توفيق أعتقد فيصل عودة إليك تفضل أنا أطلب يعني وإحنا نعالج يعني عملية التسول وكيف نقضي عليها ظاهر التسول يجب أنه فعلا نرفع منسوب الوعي
نعطي دور للمؤسسات الاجتماعية، لمؤسسات المجتمع المدني، نعطي دور للشرطي وقيمة للشرطي. وأيضا نحمل أيضا الدولة مسؤولية أنه أعطاء مبالغ معينة للجمعيات التي تعلم حقيقة من هو المحتاج في هذا المجتمع الجزائري. نعم، لابد من معرفة المحتاج. تقسيم الأدوار. نعم، عودة إليك دكتور. تفضل. أنا في سؤال. نعم. يعني اليوم نشوفه بأنه مثل ما تحدثنا في يعني قبل قليل، قلنا بأنه بعض المتسولين يلجؤون إلى الحيل، وهذه الحيل ربما ترفع عنهم غطاء الاستعطاف. يعني هنا كيف تفسرون ذلك؟ أنا لما نشوف يعني متسول ولكن يركب سيارة فخمة، متسول ولكن عنده مثل ما قلنا هاتف نقال آخر صيحة، ربما في بعض الأحيان يرتدون ثياب، هذا محتاج مش متسول. هنا لكن هنا رفعوا عنهم الاستعطاف، كيف تفسرون ذلك؟ الحقيقة المشكل المطروح الآن نقولها، وهذا نداء إلى الجزائريين برمتهم، المتسول نتاع الشارع أو المسجد أو الغطاء مثل ما تكلمتي، هذا شكون اللي ساهم فيه؟ ساهم فيه المجتمع، مجتمع، لأن الشعب هو اللي ساهم فيه. الإنسان حتى توجد ربما كما الإنسان عنده ربما 100 دينار يلقى متسول باش يروح يشري خبز يقول لك أنا لله في سبيل الله، لأن الإيمان نتاع الشعب الجزائري، عندما ندرس السلوكات نتاع الشعب الجزائري وندرس الاستعطاف هذا من أين أتى؟ أتى من مراحل، لأن الشعب الجزائري ما ننساوش باللي 132 سنة هو في الاستعمار، إذن خدا هذه التقاليد وهذه العادات السلبية من أجل كما نقولوا إحنا المساعدة إلى إخوانهم، من أجل المساعدة، خصوصا الثورة الجزائرية كان يعني كل الشعب الجزائري حتى هو ما يأكلش ربما في تمرة واحدة جالسة على 10 من الناس، هذا يعني هذا وش يمثل؟ يمثل استعطاف الشعب الجزائري. ولكن هذا شيء اسمه الإيثار. أحيانا ربما إنسان ما يكونش عنده، ولكن لما يشوف متسول يقسم معه ولا يمده، يقول لك أنا غاضني من أجل يعني نعطي له حاجة يعني لا هو من أجل تنفعني. من أجل الإيمان، لأنه الإيمان، وهنا هذا هو الخطأ، لأن ما كانش ثقافة، هذه الثقافة نتاع المجتمع أنه يكف عن منحهم للتسول. عندما مثلا نشوف الأفارقة ربما في الطرقات نتاعنا، وربما الأوساخ، ربما الأشياء اللي رانا لاحظناها كلنا بكل احترامنا للإنسانية، يعني احنا كل احنا كشعب مسلم كشعب عربي نحترموا الإنسان ونحترموا، لكن هذا كله لمن يرجع؟ أنا سبق لي قلت رؤساء البلديات والمسؤولين، ولكن أنا الدولة وفرت دوك، أنا ما نجعلش كل شرطي يتبع متسول، كل درك يتبع متسول، عنده مصالح أخرى. إنما المشكل الموجود هو في المانح، لابد أن يكف الكل الشعب الجزائري عن منح هذا المتسولين، ربما لما منحهمش مرة زوج ثلاثة أربعة ظاهرة التسول تصبح يعني كما نقول احنا تغيب ظاهرة التسول وتصبح نتمنى ذلك. سأعود إليك معنا اتصال أو مكالمة هاتفية، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا فيصل. إذا فيصل من فرنسا، أهلا وسهلا بك فيصل. الله يسلمك، الله ينورك. لاباس راك مليح؟ صافا الحمد لله اختي امينه، انت وشراكي دابا زاهده وجمع الناس، ما عادش اذكري معك اليوم ولا لا؟ والله بالف خير. لا اليوم زاهده غير موجوده، يعني انا مع ضيوفي، مع الدكتور بن حليمه مسعود، ومع السيده البيضه مسعي اللي هي رئيسه الاتحاد الوطني للعائله الجزائريه، ومعنا ابن فلسطين الغالي الدكتور صالح الشقباوي. نعم. الله يبارك، الله يبارك، مرحبا بضيافنا ومرحبا بنا عندكم. أكيد. طيب أنا نعرفكم بفيصل. فيصل هو الجزائري الوحيد اللي قدر يدير أطول رحلة بالعالم، يعني فيها 19 ساعة بدون توقف، يعني بلا ما يديروا الإسكال، بلا يعني أطول رحلة ممكنة إلى سيدني. من هواية ولا؟ نعم. والوسيلة نتاع الفلوشية الطائرة. طائرة سيدني. من نعم. فرانكفورت إلى سيدني. لا أعتقد من سنغافورة. والله في سنغافورة. أيوة. من سنغافورة حتى نيويورك. نعم. 19 ساعة. يعني نعم. نقول لك مرة أخرى أهلا وسهلا بي. كان اليوم موضوعنا هو التسول، يعني حول كما تقولون انتم لي ميديان بالفرنسية، مونديان وي نعم، او ان فاغابون بالضبط. يعني انا حابه نعرف هل هؤلاء موجودين
أيضا في فرنسا، موجودين في الدول اللي زرتهم أنت؟ يعني هل شفت أنه في متسولين، وخاصة هل في جزائريين؟ يعني هنا الاستفهام. يعني الحق ربي اختي امينه، المتسولين هذه يعني مشي اصلا ما عندناش كامل، ما عندناش غير في الجزائر احنا برك، ولا في البلدان الفقيره ترحم الدول الغنيه اللي نشوفوهم اللي مشيت لهم واللي زرتهم كامل، تسيب الاغنياء وتسيب الفقراء ثاني. لي موندو هذه يعني كشف اصلا تشمل جميع واسمه جميع البلدان مهما كانت درجه التطور تاعهم. وشنو هي بالنسبه لي كشوت لا ديفيرونس وراهي، راهي كيفاش الناس هنا تعامل مع الطلابين هنايا. باش نقولوا كان زيرين جو طلبوا هنايا، انا مازال ما شفتش اللي هما يطلبوا. جميل ولا. يعني ما كانش جزائريين متسولين؟ لا يعني الحق ربي كان جزائري يعني جوزو دي فيرو صعيبه يعني فينونسيير مكمل، الله يحسن عليهم كما الله يحسن. خاصه اللي نتحدثوا على الناس اللي راحوا حراقه، يعني راحوا بطريقه غير شرعيه، يعني هاجروا سريا. هذوك اختي امينه يفوا سبب اللي كي يجي واحد كي هاجر يعني بطريقه غير شرعيه، كي يجي هنايا يا بك ساعة شو عنده بالك، عنده الكوزان تاعو بالك، خالته بالك، عنده كشوت يعني كشوت تعاونوا قسم يركب، وما بعد ان فوا يكون يعرف لي روبير تاعو عندهم هناك شوت لاسيستونس سوسيال، كان كشوت الدوله تعاونهم من جهه واحده. هنا كشوت على بالي واش حبيت نقول لك هذا وين، يعني كشوت كان زوج انواع تاع طلابين، كان اللي يطلب الله غالب شوت هذاك جهه الارواح، هذاك ربي واش عمل له، وكان كشوت اللي حبوه هو باغشو. انا نعرف ناس هنا اختي امينه اللي كشوت يقدروا يخدموا وعندهم صحتهم، عندهم كشوت في راسهم، عندهم في عقلهم، عندهم كلش، وشنو يقول لك؟ انا يقول لك ما نخدمش خير، يقول لك نروح نطلب برا. باسكو كشوت هما كشوت النمط تاع العيش تاعهم يقول لهم باللي انتوما كشوت نزلتوا باش تروحوا تطلبوا ما تخدموش، فنيان يعني لا غالب هما حابين يعني سي باغ شوا، يعني سي با باغ اوبليغاسيون. يعني حتى الدكتور قال باللي هذه سي اون مالادي، يعني عنده مرض مرض نفسي. نعم نقطه برك السيد الفاضل، نقطه برك فقط نثير اليها، عندما يقول التسول ظاهره عالميه، ولكن التسول في البلدان المتقدمه سيدي الفاضل نجد التسول نتاعو بطريقه ثقافيه، يعني متثقف، يقدم موسيقى، يقدم كلمات، يقدم شعر، يقدم. هذا يعتبر تسول؟ يعني تسول نعم في المطروات في كذا، ولكن يقدم عمل. المتسول هناك يقدم عمل، ينعتلك شكرا لكن يقدم عمل. لا لا هو يوقف كما قال لك ينعت، ما على باليش واش يعرف. شفنا يتقن لعبه، يتقن موسيقى، يتقن رقصه، يتقن اغنيه، يتقن قصيده شعريه، ويحط هذيك الوحده نتاعو هكذا ويقول لك تحبي تعطيه تحبي تروحي. لكن هل هذا يعتبر يعني هل تتفقون بأنه تسول؟ يعني في النهاية ويقدم عمل، يعني نعم. حاجة يعرفها إيه؟ رسمة، لا أدري أنا، ربما أغنية في مكان عام ويقدم. أنا نشتي ضرب على الجيتار، أنا نشتي ضرب على الجيتار مستوى. كي كنت نقري في فرنسا نخرج من المترو نلقى واحد نروح على جال ونحبس فيها ذيك باش نسمع الموسيقى تاعو، المقاطع الموسيقية تاعو على الجيتار ولا على العود. يعني هذا متسول، دونك يتسول بالطريقة هذه، طريقة حضارية. لماذا لا تعتبرونها بأنه عمل؟ ما لقاش عمل، ولكن هذا العمل لقى فيه، ولكن غير قانوني غير شرعي. تسول حضاري هذه طريقته رائعة. تسمعي الموسيقى ديري وحدك تبقي تبحثي واش تحطي له غير شرعي. حتى ضميرك القانون يمنع ذلك هنا؟ لا يمنع. إذا كيف تسول غير شرعي إذا كان القانون لا يمنع؟ ما هوش تسول غير شرعي، تسول تحضري. تسول بطريقة تحضرية. تسول تحضري. أنا نجي ندخل، راح ندخل الاستديو هذا، راح نطلب. ما نجيمش نقول لك أعطيني. نقولي نجي نحي لك هذيك، نعدلها لها، هذه نديرها. جميل. نديرها لك هذه. وبعد نقول لك أنا راح نروح. طيب. دونك لكن احنا اتفقنا على حاجة بأنه التسول، قلت يعني لضيوفي أنه لا مش قضية يطلب، قلت بأنه في احتيال. نعم. وهنا أنتم تقولون بأنه التسول بطريقة حضارية. أنا سمعت الموسيقى. الموسيقى. نعم. سمعت الموسيقى. تمتعت بهذاك المقطع. أيوه. ضميري ما سمح ليش نغادر ونروح من غير ما أكيد لازم جميل يعني هل أراه بأنه تسول؟ أنا سجلت أسمع أنا سجلت هنا قبل ما تدخلوا في النقاش، سجلت هنا قلت لا يمكن. أيوة. ولا أظن أن إنسان لما تكون عنده درجة من الوعي، من الأخلاق، من التربية، مستوى ثقافي علمي، تطيح به
نهار طيح به يحبس خلاص ما عندوش واش ياكل. ما يروحش للمسجد وما يروحش يمد يده. طيب. راح يشوف طريقه لي جميلة. طيب طيب فيصل انت معنا. راهم يقولوا نعم راهم يقولوا بانه هذا التسول بطريقه حضاريه اوكي، ولكن انا بالنسبه لي لا اراه تسول، لانه هو يقدم عمل. ماذا عنك انت؟ انا اختي امينه انا شاطر، رايتها دكتور كما قلت لي صح، طريقه غير شرعيه ولكن حضاريه. نعطيك اكزامبل واحد هنا يكشوت المفهوم تاع الهيومانيزم الانسانيه عندهم وتاع لامونديسيتيك شوت، كيفاش قالك انا مشتملين يعني في بعض، واحد يكمل الاخر. هنا يقول لك تحب تطلب ما تطلبش برا يعني بلا ما دير والو، لازم شوت تنفع الناس خدمة. لازم تغني، لازم تكون ماشي تمام. يعني في النهايه قدم شيء، في النهايه قدم شيء يعني قدم حاجه ربما لا ندري. يعني في مثلا في احيانا يعني باش نكونوا واقعيين، احيانا ايجاد عمل يعني ربما إنسان عنده موهبة ما مثلا في الغناء، يعني عنده صوت جميل أو عنده عزف رائع. أحيانا نشوفه بأنه في يعني إنسان يعني عنده موهبة الفن، يعني يستطيع أن يرسم مثلا حركات السيرك، فهو ما يلقاش مجال أو ما يلقاش مكان منصب ما ليوفر له شيء لو حيبه، يعني أنه يقدم الموهبة اللي عنده، فيختار أنه يكون في الشارع والناس يستعرض استطيع القول مواهبه. هنا هل هذا تسول؟ وهندام اسمعي وهندام وتشوفي نعم. يعني موجود، اسمحي لي، موجود في الجزائر هنا اللي بجر معه الجمل، باخذ معه ناس بيطبلوا غنوا بهذا وبعد بتصور. صحيح مش نعيطوا له هذا سختو اللي يجي يغني مسعدية ايه، وكاين اللي يغنوا معه جمل صغير معه جمل صغير معه الجمل ويغني يغني ويدير الشعر مساعديه هذا القرقاب قرقاب ابو سعديه هذا كما كان يقول لك مساعديه وعندهم عاده بابا سالم راهم يجيو من الصحراء يديروا لنا نوع من الثقافه نتاعهم ويدير ويطلب ويطلب انت على قدر اهل العزم تاتي العزم وعلى قدر اهل الكرم تاتي المكارم وهذا انا نعتبره التسول التحضري. لماذا؟ لانه عنده المكانه نتاعو التربويه والاخلاقيه، معناه ما يمدش يده ولكن هو راح يقدم، لانه لهنا عنده ثقه في نفسه وعنده ضمير، تحبي تقدمي له ما تقدمي لهش راكي تسمعي وتستمتعي، ولكن كي تقدمي له كما قالت الضمير لما تسمع يعني كما نقولوا احنا ترتاح شعوريا، السلوك نتاعها يتمتع والهدوء تتمتع بهذيك اللحظات هذيك يعني لابد هناك من وين وضعت لنا حملهن فعليكن باجورهن. يعني انا لا استطيع ان اقول اننا نفتقد لهذه الثقافه لانه عندنا بابا سالم، يعني عندنا مثال رمزي وجميل ضئيل وموسمي لكن موجود واحيانا يمتعنا. عودة اليك فيصل، قولي كيفاش يكون التعامل ما بين استطيع القول الاوروبيين والمتسولين، يعني كيفاش التعامل؟ هل كاين مساعده ولا تما يؤمنون بحاجه انه باش نمد لك انقطع الاتصال؟ نعم معليش اذا انقطعت المكالمه. كنت نتمنى انه فيصل يستمر معنا. مليحه عزه النفس كبرياء الانسان، الكبرياء شخصيته وعزه نفسه. حتى انا بدي اكد على كلام الاستاذه، في احدى الروايات للكاتب الروسي تشيكوف اسمها الورقه الرابحه او الورقه الاخيره، كان في كاهن يهودي في احدى القرى كل يوم يطلع يطلب من الله، يقول له يا رب يا رب يا رب يا رب اعطيني، يا رب غنيني، يا رب يا رب يا رب. فاجا صوت خفيف هيك قال له يا ايها الكاهن انزل الى القريه وروح على الحانوت اشتري ورقه يا نصيب. فعلا سمع الصوت ونزل الهام، لقى الرجل بتاع الحانوت بده يغلق، قال له وقف بدي ورقة يا نصيب. طلع قال له في عندي آخر ورقة. قال له هاتها، أخذها وطلع ربح الجائزة الكبرى.
إذا فرجوك بفرجيك تشيكوف إنه يجب الاعتماد على القضايا والأسباب، الأخذ بالأسباب. ما تظلكش حتى من الله تطلب عيب، خلص انزل اشتغل، انزل خذ بالأسباب، ابذل ابذل مجهود. نزل مشواره من الكنيس للقرية نص ساعة، ربح مليونير. الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بارك الله فيك. يعني الإنسان لابد من أن يسعى في كل الأحوال، واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم نعم. بارك الله فيك. أنا بصراحة أنا سأحارب سأحارب سأحارب، خاصة الناس اللي صغار وبصحتهم وهذا يتسول ما نمدلوش. الناس راهي، نضيف كلمة وقلتها في حصة تلفزيونية، نقول باللي الناس، أنا كما قلتي وسبقتيني أننا كمجتمع مدني نحتك ونسأل ونشوف. شوفي المشاريع نتاعنا لي شونتي، وين تروحي تلقاي المعالم؟ كل إنسان صاحب المشروع يبحث عن العمال ليلة نهار. ما يجيوش، وإذا جا خدم يخدم يومين ويروح. واحد لموه قال له أنت تخدم في الناس من أنواخ بالأسود باش ما يديرلوش لاسيونس وباش ما يعليلوش في الآخر. قال له لو كان نبدأ نتعامل مع هاد الشباب اللي يجيو يخدموا عندي، نتفاهموا نهار الأول هاي المهنة أو الماهية نتاعك ولا الشهرية نتاعك كذا، والعاملها وست ساعات ولا سبعة من إلى، وتاخذ الشهريه نتاعك. قال يجي يخدم شهر يكمل قد قد، يهز الشهريه نتاعو يقول له اني كنت ما عنديش السروال، جيت خدمت باش نشري السروال. السلام عليكم. يروح يشريهم ويروح. قالوا لو كان نبدا نحوس على الشاب يجيو يخدموا، رافضين العمل مع الاسف، رافضين العمل. وتعودوا على الخبزه كما قال لك السهله، السهل السهل الممتنع بصراحه. لا لا قولي حاجه، نقطه برك اساسيه. نعم. نقطه اساسيه ابي عجاله، لان انا نقول اللي يحب يتصدق كاين مراكز العجزة، كاين الأماكن اللي هي مساجد. نعم نعم كاين اشياء. نعم. ماهوش يروحوا يعني على كل حال يروحوا يمدوا الأموال نتاعهم لناس كذا وكذا. كانوا بعض الأفارقة يصرفوا بملايين الدولارات يبعثوهم إلى بلدانهم. نعم بصراحة يعني لحظة يعني أنا ذكرتوني بما أنه حكيتوا قصص، أنا ذكرتوني بقصة كانت مضت عليا وحكاها لي الوالد ديالي. قال لي في يوم أنه كان في سلطان وكان في فقير، هذاك الفقير كان يبيع خبزة، يعني كل يوم يبيع خبزة بمبلغ زهيد إلى يهودي. ولكن السلطان لما شاف هذاك الفقير بهذيك الطريقة يعني غادو، فأصبح كل يوم يجيب له خبزة فيها الويزة الداخل ويعطيها للفقير، لكن ما كانش على باله بلي هذا الفقير راهو يبيع فيها إلى يهودي. فكل مرة يشوفه يقول بأنه أو يعني ما زال فقير بالرغم من أنه يعني أنا أمنحه خبزة بها يعني ذهب أو يعني احتار من أمره. واليهودي كان عجبه الحال لأنه كل مرة يفتح الخبز يلقى الذهب، قطعة الذهب، ويشتري تلك الخبزة ب ثمن زهيد جدا أو بخس. ففي يوم السلطان هذا قرر أنه يعني يزيل هذا الشك وأن يمنح مبلغ من المال، يعني مبلغ كبير ثروة كذا للفقير. فذهب إليه وأعطاه المبلغ. لما جاء حابط الفقير هذا في الدروج طاح، يعني كما احنا نقوله سقط في السلم، والدم دياله قاس يعني كتب في الحائط في الجدار. قال له أنا فقرت، أنت حبيت تغنيه، أنا قتلته بحاول تحييه. فهذه رسالة لكل المشاهدين، لأنه فعلا في ناس ربما لا يقنعون بالرزق، في ناس يعني يستغلون استعطاف ناس، وهذا الشيء الذي لا يجوز. حاولوا أنكم تقنعون بما كتبه الله وبما أعطاه. نعم. استحضرتني واحد المقولة في هذه، فضلي. أنا قتلته بتحييه،
خلوا انت حظك كدقيق فوق شوك بعثروه وطلبوا من حفاة يوم ريح اجمعوه. كيف لمن اشقاه ربي تريدنا اسعده. نعم يعني الانسان لابد من ان يرضى بقضائه وقدره. واكيد احنا لا نتمنى ان هذه الظاهره ان تدوم هذه الظاهره، لانه حقيقه هي ظاهره مؤسفه، هي ظاهره خاصه انا اتحدث عن المتسول الغير حقيقي، يعني المحتال الذي يحتال على الناس ويريد كسب استعطافهم من أجل أنه يجمع ثروة على ظهر ناس نقدر نقول غافلون. يعني في النهاية في ناس حقيقيين محتاجين لازم نمدوا لهم المساعدة. كلمة أخيرة فقط أختم الكلام. لأكد ما طرحته علي الأستاذ والدكتور أن كيف الشعب الفلسطيني لا يتسول، لأنه الشعب الفلسطيني ينطلق انطلاقا وجدانيا وإيمانيا ويقينيا من مقولة وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. شكرا. نعم بالله. كلمة أخيرة بوجالة. بالكلمة الأخيرة أنا أقول كلماتي إلى الشعب الجزائري برمته وإلى الشعب المسلم العربي بكامله عامة، لابد أن الإنسان أن يكف عن هذا المنح وأن يمنح فيما يفيد يمنح لمن يحتاج، لمن يحتاج وفيما يفيد الإنسان اللي محتاج فعلا. وصلت الرسالة. كلمة أخيرة وضع وجالة لأنه وصلنا إلى الختام. بس ما وش راح نقول ماذا بينا الناس تكون عندها وعي وتدير عزة النفس وكرامة وتعرف طريقة التسول، والناس اللي رمي يمدوا ننهيوهم ما يزيدوش يمدوا لهذا الناس هذو. ويجب المحاربة، وكما سبقوني الإخوة لازم نتعاونوا كلنا بما فيها البلدية، يعني نقول البلدية والأمن هذو ما اللي نشوفهم يوميا، بلدية الأمن المسجد المدرسة كلنا مسؤولين، المجتمع المدني إن شاء الله. أنا أشكركم جزيل الشكر وأكيد أشكر كل مشاهدينا الأفاضل على مشاهدتهم لنا وعلى سعة صدرهم. وأنا في الأخير يعني أذكر بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي. ونتذكر بأن رسولنا الكريم وديننا الحنيف نهى عن التسول لأنه فيه مذلة، وأيضا ما قاله رسولنا الكريم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. إذن اعملوا تنالوا. شكرا لكم والسلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا لكم.